السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن سؤال وجواب: هل هناك امرأة تمهد للمهد المنتظر عليه السلام؟ كثير ناس بيسألون السؤال هذا، وكثير بشوف أنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بعض الناس بحكوا لي عن بعض النساء بحكوا بالرموز وبعمل حالهم من فهمانين أكثر من البشر، يعني بحكوا بالألغاز. فسألوني بعض الناس: هل عن جد هناك في امرأة تمهد المهدي؟ قلت والله يعني أنا بما أعلم وبما علمني ربي، يعني القرآن والأحاديث والخبرة والكتب يعني بها المعلومات العامة، إنه ما عندي علم، يعني ما في مرأة. هل حدثت بالماضي مثلا مع كل الأنبياء والمرسلين؟ هل إجوا نسوان مبشرات مثلا في الأنبياء أو المرسلين؟ أنا بعرف في ناس يعني من النساء أو الرجال مشعوذين موقتين بيعلموا بفقر وحنا بيعلموا الغيب، يعني بيحكوا بالأحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان لا بالقرآن ولا بالسنة. عشان هيك بدي أجيبكم دلائل من القرآن الكريم. بسورة الصف آية رقم 6 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يعني سيدنا عيسى بن مريم إجا يبشر في رسول سيأتي من بعده اسمه أحمد، يعني إذا كان المقصود محمد صلى الله عليه وسلم يدلخ على إيش؟ على يعني بعد حوالي 571 سنة فرق بيناته. بس رجل بشر برجل، قلت عليه أحباب الله هالساعة بسورة آل عمران 39 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني الملائكة نادت سيدنا زكريا وهو بصلي في المحراب إنه الله ببشرك بمولود ذكر اسمه يحيى مصدقا بكلمة من الله. عن مين؟ كلمة الله اللي مين هي؟ عيسى بن مريم. يعني رايح يكون مصدق لسيدنا عيسى بن مريم وحاصورا ونبيا من الصالحين. يعني رجل مصدق برجل. ليش على أعظم امرأة ذكر الله في القرآن الكريم وفصل لها صورة خاصة، صورة مريم اللي هي آل عمران 42 آية 42 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاها وطهرها وما كانت مبشرة بحدا، ما راحت تبشر بابنها عيسى تقول هو نبي وأبصر إيش، كله مذكور في القرآن الكريم. يعني معجزة ولادة سيدنا موسى عيسى عليه السلام أشارت إليه لما الله كان يتكلم إنسية، بس أشارت إليه. فالله أنطق سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وحكى لهم إنه إيش هو عبد الله ورسول نبي، وبين لهم يعني شو شخصيته. بس ما في امرأة في التاريخ إجت تبشر في نبي أو رسول. من وين هذول طلعوا لنا؟ عشان يا أحباب الله شوفوا أورجيكوا الفرق بين الرجال والنساء. عاش لله إني أنا بستنقص من النساء، بس الله سبحانه وتعالى هو اللي نزل الآيات هاي بسورة النساء 32 و34، يعني آيتين. 32 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني ما يتمنى الواحد، يعني الله فضل واحد على واحد أو وحدي على وحدي، يتمنى الواحد يكون إيش
الحسد والغيرة وكذا ما يتمنى الواحد يكون، لأنه الله فضل على الناس. بس هسا بين الرجال والنساء، عشان هيك آية 34 النساء قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل الرجل على المرأة، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافونهن تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فلا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني الله فضل الرجل على المرأة بدرجة اللي هي القيامة، قوامون على النساء بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا بفضل من الله يعني. الله سبحانه وتعالى هيك أمره بقول سمعنا وطعنا، وعلى وبما أنفقوا من أموالهم. إذن نيجي على مين أفضل النساء اللي بالإسلام. سورة الأحزاب 59 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني الله سبحانه وتعالى بقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك منهم من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أمهاتنا وبناتك أطهر النساء ونساء المؤمنين، يعني أي امرأة مؤمنة يظل هذا الكلام حتى يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. يعني بتطلع المرأة من بيتها بتكون مغطية ما حدا بيعرف فيها هاي بنت مين أخت مين كذا مشان ما ينأذوا، فتطلع لك واحد يقول لك أنا بدي أمهد للمهدي. يعني هذا مستوى، يعني احنا وصلنا عن جد في زمن بحاجة لفتح مصحات ومستشفيات للمجانين وللأمراض النفسية. يعني هسه ما ظل رجال يمهدوا للمهدي، تيجي النساء يمهدوا له. أكثر النساء بيلحقوا المسيح الدجال. فيا عالم كبروا رؤوسكم وعقولكم ولا تصدقوا هذا الكلام الفاضي هذا اللي والله بخجل الواحد. يعني لو بنتي ولا أختي تحكي الكلام هذا كان بسكتها، عيب عليكي، خليك ببيتك محترمة ولا تعملي حالك أنت إلك فضل. إذا إجا المهدي وحكى والله بنفسه إنه في وحدة كذا 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 بنقول سمعنا وطالع. بس كل هذا أوهام، في عندنا 5000 مهدي صار طالع وأكثر، كل واحد بيقول لك أنا المهدي أنا المهدي أنا المهدي. مين اللي بيصدق؟ مين اللي بيصدق منهم؟ يا أخي المهدي لما يجي والله ما في واحد بيسترجي يقول أنت مش المهدي من المؤمنين، كلهم يقول سمعنا وطعنا، لأنه إرادة الله إنما أمر أن يقول الشيء كن فيكون غصبا عن الراضي والزعلان. قلت عليه أحباب الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هاي إرادة ربانية. لما رب العالمين أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس كانوا في الملائكة، بس والله اللي يسجد غصبا عن خشم أمه قبل ما تقوم الساعة، لأنه أمر إذا قضى أمرا إنما أمره ليكون الشيء كن فيكون. مرات بتأجل الأمر قضاؤه زي ما قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في ناس ما يعبدوش الله وفي ناس مش بالوالدين إحسانا، بس والله لن تقوم الساعة إلا يأتي زمان كل أهل الأرض من الإنس والجن وأجمعين لا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. عشان هيك أي امرأة بتعرفوها أو ما بتعرفوها تجاهلوها خليها تحكي زي ما بدها، لأنهم جاهلات هذول. أنا عارف في ناس كثيرين من النساء رايحين يزعلوا مني إنه بقول لك شو يعني أنت بتنقص من النساء، بس أنا والله ما بنقص من النساء. يعني خير النساء سيدتنا مريم ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته والمؤمنات. رب سيدنا محمد قال فيدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذن. الصلاة مفروضة على الرجال في المساجد مش على النساء، النساء يصلوا في بيوتهم
وإذا صلت من وقتها أجرها أعظم. إذا المرأة ما بصير تطلع وتتفلسف وتحكي وتقول إيش أنا بمهد المهدي وأنا وأنا وأنا، مين أنت؟ هل أنزل الله إليك سلطان برهان؟ شو برهانك؟ كلام بالألغاز، لو تدرون لو تعلمون ما أعلم لارتعبتم. روح بلاش واحد كلمة تغيلة، احنا مش ناقصنا مجانين في العصر هذا، احنا ناقصنا ناس، ناقصنا أمهات تربي أبنائهم على طاعة الله وعلى إقام الصلاة وحفظ القرآن الكريم وحسن الأخلاق. مش ناقصنا نسوان يطلعوا لي ويتركوا الدنيا كلها ويتعلقوا لك موضوع المهدي يقول لك أنا ممهد للمهدي. والله ما في ممهد للمهدي إلا رب العالمين، وممكن الله سبحانه وتعالى كما اختار للرسول عليه الصلاة والسلام في عصره أفضل البشر من الرجال والنساء، بس ما كان البشر في أوليتها إلا بعد ظهوره. نفس الشغلة الله راح يختار للمهدي خير الرجال والنساء في هذا العصر عند الظهور، يعني يمكن شو عصرنا. فلا تصدقوا كلام النساء، هذولا فيهم مرض نفسي أو عندهم مرض العظمة فكروا حالهم أكبر من غيرهم، أو إنه والله من كثر الضغط تم الانفجار وصاروا إيش يتوهموا أو ضحك عليهم الشياطين. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.